في هذا اليوم احتفال بالدكتور مصطفى قرباش. أهلا وسهلا. التصنيفات الدولية يعني كنشوفها أن بعض المرات حاضرة في ترتيب متأخر أو لا تحضر في هو أكيد لما تسمع واحد الفريق تقييم من الأنظمة التعليمية طبعاً إذا شاف أن دولة غات ترتيبها راه شيء خطير، يعني حديث يعتبروها كنوع من الجمود، كنوع من الضعف حتى في العلوم كذلك. أعتقد أنه الآن الأوان باش نعيدوا نظرة في الدرس الفلسفي، ما نقولش غنلغيوه، ما نقولش غادي، ولكن على الأقل نغيروا الشكل والمحتوى ديالو باش نعملوا نخليو التلميذ هو يتفلسف، سميتو فعل التفلسف، ماشي يقراسو غرق مع هيجل غرق مع كانت مع سبينوزا، لا خصو هو ينتج انطلاقا من النصوص الفلسفيه.